السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع جزء تاني من كود ISO 19650. ده عبارة عن كود بينظم شغلك مع البيم. هو مش إجباري لدولة معينة، لا هو إجباري لو في مشروع معين متطلب ان انت تكون واخد الشهادة ديت، فلازم تكون واخدها عشان تحصل على المشروع. تمام. طيب الصورة دي كانت موجودة في المشروع اللي فات. طيب احنا هنركز على اهم الحاجات العملية. مثلا هنا هو بيقسم المشروع لمراحل. تمام. في كل مرحلة هنا مثلا الاسك اند نيد، بعد كده انفيتيشن تو تندر، بتدعو الناس للتندر، بعد كده تندر ريسبونس، وبعد كده ابوينمنت، وهكذا. كل مرحلة من المراحل ديت زي ما شايف علامه الزائد، فبيبدأ يركز لك على اهم النقط فيها في البيم. يعني على سبيل المثال مش تيجي في اول مرحله تتكلم مثلا في الاسبلت والحاجات ديت، لا بتمشي مرحله مرحله وهكذا. فبيقول لك كل مرحله من المراحل ايه اهم الحاجات اللي المفروض تعملها، او ايه اهم الورق اللي المفروض يكون موجود في المرحله ديت. ما ينفعش مثلا ان احنا نكون في نص المشروع ومش عاملين بيمكسون بلان، او مش عاملين اي اي ار، او مش عاملين او اي ار والحاجات ديت. فهو لازم كل مرحله من المراحل ديت تكون مستوفي الورق اللي هو هيقول لك عليها. زي ما شايف بيقول لك مثلا هنا information management process during the delivery process of asset. طيب هنمسكهم بقى واحده واحده. asset and need اهي. طيب احنا دلوقتي لسه بنتكلم في assessment and need، ايه الحاجات اللي المفروض انها تكون موجوده. على سبيل المثال مثلا هنا the project scope، لازم يكون السكوب بتاعنا معروف. ما نقدر نشتغل واحنا مش عارفين ايه اللي المفروض هيتعمل، كان مثلا الناس بتلعب كوره وما فيش جون، طب هيدخلوا جون في مين، او هيعرفوا مين اللي فاز ازاي. إذا بروجكت بلان اوف ورك، كل حاجة من الحاجات دي لازم تكون الورق بتاعها جاهز ويكون شغال. يعني لو انت عايز تاخد الشهادة هتقول له مثلا انا شغال بالايزو 19650، يقول لك كويس جدا، فين الورق اللي موجود الخاص بالمرحلة ديت؟ يعني انت فين المرحلة في المرحلة دي؟ طب فين الورق اللي يثبت ان انت عملت الموضوع دوت؟ فين الحاجات الخاصة بالستيك هولدر وهكذا. فكل ورقة من دول بتبدأ تكون مجهزة. طبعا هو بيديك زي تمبليت تبدأ تشتغل عليه جاهز. مثلا الكومن داتا انفايرومنت، فلازم تكون مقسم المشروع بتاعك لأربع فولدرات زي ما شفنا في الجزء الأولاني. هو هيبدأ بقى كل مرحلة منهم يبدأ يقسمها لأجزاء وهكذا. دي مثلا المرحلة الأولى، فمثلا دي 1.1، دي هنا 1.2 1.2 3. كل واحدة منهم establish the project information requirement، لازم تبقى عارف ايه المعلومات المطلوبة، لازم تبقى عارف ال information delivery milestone، تبقى كاتب ورقة التسليمات تبقى تواريخ امتى، information standard. كل واحدة من دول مبنية على حاجة، يعني ما ينفعش ابدأ في 1.2 غير لما اكون عامل 1.1. 1.2 هتبني عليها 1.5 و 1.4 و 1.6، والدول لما تعملهم تبني عليهم اللي بعد كده. لما تخلص كل دول تقدر تنقل للمرحلة رقم 2. كان في مشروع واقف، كان المشكلة في دي ان الناس في نص المشروع في اخر المشروع بيسلموا وهم مش عاملين ورق في المرحلة الاولى، فهم مش عارفين هيسلموا ايه. فدي من الحاجات المهمة، كل مرحلة من دول ايه الورق المطلوب، واكتب لك ايه هو establish the point parties exchange information requirement، تبادل المعلومات وهكذا. وبعد كده طريقة تسمية الملفات. لو انت سميت الملفات زي ما انت عايز كده انت مش ماشي على الايزو كده. لو واحد من بره الشركه ويجي يبص على اسم الملفات مش هيفهم ايه اللي مقصود. يعني تقول لي مثلا ايه، انا هسمي اول 3 حروف دول اسم الشركه او اختصار معين، لا لازم اسم المشروع، اول 3 حروف من المشروع، وبعد كده الاورجنايزر، بعد كده الفوليوم سيستم، بعد كده الليفل، وبعد كده الطيب، وبعد كده الرول، وبعد كده طريقه ترقيم اللي هي 000 مثلا 3 اصفار، بعد 5 اصفار، وبعد كده 1 2 3 وهكذا. يعني دي الارقام. لو انت عكست انا مش هبقى فاهم. يعني على سبيل المثال مثلا انت قلت ان الجراوند انا هسمي الملفات من 01 البيزمنت 01 وعندي 2 بيزمنت، يبقى الجراوند هيبقى 03. ايه 03؟ انا مش فاهم. لا لازم يبقى نفس التسميه اللي موجوده اللي موجوده هنا في الكود، على اساس لما اي حد من بره مشروع يبص عليها يقدر يفهم. البروجكت ده اسم المشروع، الاورجنايزر اللي هو المفروض المالك، الفوليوم الجزء مثلا ممكن يكون انت عندك كذا زون. طيب الليفلات بعد كده هيبدا يسمي الليفلات. لو في اكتر من ليفل في
اللوحه ديت تبقى زد زد، لو ما فيش اي لوحه هتسميها اكس اكس، لو ليفل 1 و 2 هتسميها بالارقام، لو البيزمنت هيبقى بي 1، لو الميزانين هيبقى ام 1 وهكذا. فيبقى سهل جدا ان انا اول ما اشوف بي 2 اه ده بيزمنت 2، لو بي 5 يبقى خلاص ده بيزمنت 5 وهكذا. التايب بقى بتاعتنا لو هي مثلا انيميشن فايل هيبقى حرفين اي اف، لو سي او هيبقى مثلا ديت، سي بي هيبقى كوست بلان، فلاش ريدنشن سي ار وهكذا، داتابيس هيبقى دي بي. مجرد تبص عليها تفهم المقصود. ام 2 يبقى ده 2 دي موديل، ام 3 3 دي يبقى ده الموديل 3 دي، مع الشغل بالايزو وان انت ما تحطش وما تتهش وما تحطش التاتش بتاعك زي حز الام، خلاص اول ما تبص على المشروع هتفهم ايه المقصود اللوحه دي هتبقى فيها. مش كل افتح 50 لوحه لحد ما اوصل للوحه بتاعت السكادول، لا من اسمها من بره كده خلاص دي السكادول. وبعد كده ندخل على الرول، الاركتكت لوحده، الكلاينت لوحده، الانتريور ديزاين لوحده، السيفل انجير، الحرف نفسه هيدلني اللوحه دي بتاعت ايه، يعني خلاص ايه اللي خلاص لاندسكيب. كان زمان واحد يسمي ال اي، واحد يسميه ال ان، واحد يسميه ال اس، واحد يسميه ال اي، كل واحد كان بيختار الاختيار. فدلوقتي لا خلاص استقرينا على ان احنا نمشي الحاجات دي. طيب المفروض بقى مع اللوحه بحط ان اللوحه دي جايه راحه للاشوف الكونتينيشن، دي راحه للريفيو وهكذا. فهو مديني اختصارات، بدل ما اقعد اكتب الحاجات دي كلها هتكتب اس 1 هتبقى عارف ان دي مثلا راحه للكونتينيشن، اس 2 دي راحه للانفورميشن وهكذا. فهتسهل عليك الشغل ان انت مع التكرار هتبقى حافظ، اول ما تشوف الرمز ده تعرف دي بتاعت ايه، اول ما تشوف اسم اللوحه تعرف اللوحه دي بتاعت المعماري الانشائي الكهروميكانيكال، دي بتاعت اني دور، دي رقمها كذا وهكذا.